بمجرد البرنامج ما يشتغل هتظهر لك شاشة ترخيص البرنامج، ودي اللي بتدخل فيها أي بيانات معاك عن ترخيص نسخة البرنامج. طبعا لو مش متاحة ممكن تستخدمها نسخة ترايل لمدة 30 يوم، بعدها لازم تستخدم بيانات تسجيل حقيقية عشان البرنامج يشتغل. طبعا أول ما تخلصها وتقفلها دي هتبقى أول حاجة تظهر قدامك، وهي الأوتوديسك كاستمر انفولفمنت بروجرام. دي عبارة عن أداة أوتوديسك بتستخدمها عشان تجمع معلومات من الأجهزة الخاصة بمستخدمينها اللي بيشتغلوا على كل برامج أوتوديسك، سواء الريفت أو الأوتوكاد أو أي نوع من البرامج اللي بتنتجها الشركة. الغرض من الموضوع ده إنها بتعمل تقارير عن كل جهاز، عن النسخة المستخدمة فيه، عن المواصفات بتاعة كارت الشاشة ودقة الشاشة والرامات والبروسيسور، وبالتالي البرنامج ده بيفيدها في إنها بتعمل تقارير فنية عن أداء البرامج بتاعتها على معايير الأجهزة المختلفة. طيب هنا ممكن تستخدم الأداة اللي موجودة قدامنا دي في إنك تشترك في البرنامج من خلال الضغط على يس، أو ممكن تأجل الموضوع ده. بصراحة أحفزكم جدا إن احنا نشتغل عليها لأنها بتفيد الشركة في تطوير أداء البرنامج مع الأجهزة. طيب إيه اللي بيحصل بالظبط؟ الموضوع عبارة عن ملف صغير اللي هو ماي سي أي بي داتا، اختصار الـ Customer Involvement Program. هتضغط عليها، ده عبارة عن ملف بيتبعت منه نسخة لموقع الشركة بطريقة مشفرة، بيحتوي على مجموعة من البيانات عن جهازك اللي بيتم تحليلها بصورة أوتوماتيكية من سيرفر الشركة، وبيدي تقارير فنية للناس الأعلى أو اللي ماسكة الموضوع في أوتوديسك. ده نسخة من الملف الخاص بالجهاز. هنا هو بيحتوي على بيانات السيستم أو نظام التشغيل ودقة الشاشة وكارت الفيديو، وفي نفس الوقت نظام التشغيل معانا. طبعا ممكن نضغط على نو ونعمل اوكي. في نفس الوقت لو احتاجنا نشغل الكاستمر انفولفمنت بروجرام تاني ممكن من الانفو سنتر ونضغط على كاستمر انفولفمنت بروجرام، سواء ان انا عشان اشترك او ان انا الغي موضوع الاشتراك.